من ضمن الاسئله، انا متخصص بي اي اس ولكن مش حابب جزء البرمجه، الا الاجزاء التانية اللي استفاد منها واشتغل بيها. نصيحتي ما كنتش تدخل بي اي اس، لان بي اي اس هي نظم معلومات ودايما شغاله في الجزء التقني ده، ولكن بما انك دخلتها فركز على الجزء الخاص باداره الاعمال وتحليل البيانات. ده هيكون جزء مهم جدا تقدر انك تشتغل بيه بعد التخرج. ولكن انا دايما بقول للناس، لو انتم مش حابين الجزء ده ليه تدخلوا بي اي اس؟ ما عندكم تجاره انجليش، ما عندكم حاجات كتيره بدائل ممكن انك كنتوا تدخلوها افضل من بي اي اس. ولكن خلاص ما دام دخلناها ما نخرجش منها، خلاص زي الفل. ركز بس على مجال الداتا اناليسيس، تحليل البيانات، مجال الخاص بيه نظم المعلومات او الاعمال، ازاي نقدر نشتغل عليها. كل الحاجات دي نقدر انها تكون بالنسبه لك مهمه، وان شاء الله ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير وبالتوفيق باذن الله. وعلى فكره شفت ناس خريجين باي اس وبيشتغلوا صراف او تيلر او في مجالات الاداره، فمش بيشتغلوا في المجالات بتاعه الباي اس، بيعملوا كارير شيفت، ولكن الخيارات كلها قدامك.